وطن وملت خير لوسن ديورز. أسأل الله الخير لأمتنا ولوطننا. هنا في قونيا الدعم الأكبر إجمالا لتحالف الجمهور، لذلك تخميني بأننا سنكسب الانتخابات بنسبة 53.6%. سننتظر ونرى. ذهبنا واستخدمنا صوتنا، أسأل الله أن يجعل فيه الخير والتوفيق لتركيا. أتممنا العملية بكل يسر وسهولة. الرئيس الحالي على رأس الحكومة منذ ما يزيد على 20 سنة، وهو يؤدي أداء جيدا بدون أخطاء، يقدم الخدمات للمرضى على مختلف احتياجاتهم ويعالج الناس في بيوتهم. إذا كان يوجد شخص أفضل فليقدمه لنا.